حنايا جي وبنضلوا ندوروا في بيمات حتى ما لقيناش هذا. لا ما مشيتش الزهر لقينا واحد قانيني يكمل شحال ما يهمش فيه مينيت. تاخذي هذا ديال الهامبورغر هذا تدير فيه هنا هذا الساندويتشات هذا تعجبوني. يلا قسم في الحال قلت لك واش تاخذي من هذاك ديال الهامبورغر ما يعجبكش؟ لا كنا ناكل سنة يلا تنشوف تعجبني اما هذا جالسه ندور كريم كافي شي كافي كريم كريم صار إيه؟ لا هادي على العادية لا ماشي كافي كريم هاي كريم كريم لا ها كافي نسكاف هاي كريم نسكاف مان هاي نسكاف كلاسي العادي لو ليها لومبارداج صافي خلا 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 جو يلا يلا بتصابع عرفت ماما مش نشربش قهوه نسحب كرا صحابك واش بغيتي تزاف نقول لك خلا يلا اختي ولكن اللي اصريت الله ماكو حطيتي تنوري يلا 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 اختي نضرب واحد الدويره ونشوف حالاتنا يلا بالصباح هذوك نقلبوا عليهم شحال هادي لقيت غير وحده سولت دابا الولد قلت لي عافاك قلب ليا عليهم الا لقيتي لداخل في ستوك حيت كاينه غير وحده بغيت انا الخضر وبغيت الموف هذوك نصيفطهم لسويسرا لواحد السيدة كتبغيهم وما كاينش هنا الغوص واخا بلا تنتسناو ايوب يجيب لينا كبيدات جيت للدار اللي بغا شي حاجة تنديرها ليه ها امي هاد الناتي سلام سلام مدير الناقصة فيقة فيقة تاكل جاري بزاف قالت لي والو بغيت غير الروز بوحدو انا درتو ليها المهم اللي بغى شي حاجه كنديرها لي فاش مشينا مشيت البنات لبيم مشيت لبيم ولقيت هذا الخبز هذا ديال لي ساندويتش كاين عباكيه وحده ها انا درتها المهم ما تاكلش هي الدجاج ما تاكلش كاس كروكا ها هما جوج ديال الكوتيكو جوج ديال خليت نسخن ليا شويه ديال التقليه اخذت عنيبات قول لها واش تبغي تفاح ولا تبغي شي حاجه العنب تجي تجيها الطب على فمها ما ضروش ندير لي بقيت نحيد لي هذا يا
واش تاكلي الدجاج واش نجيبو لكم الدجاج سي لا بغاتو نعطيو لا عفطو باش يسد لها الخبز بلا والو اما واش تاكلي الدجاج لا تكون ديالها تبغيش ما عندهاش سميتو الفم البنات اللي غايقولوا لي صايبين امك فم راه هاد الحرف هذا ها فين تيتحط فيه داك الطقم ديال السنان ما بقاش عندها تمحى ليها مع كانت هي راه عندها جوج فوام ولاني ما تديروش يضروها فك اختي ودي امي ها ودي اختك كويس وفيك اختك عيطه لها قول لها نوضي راه جات لا قول لها بغا يبرد لك كاس كرنب ديتي امك عنيدات قالت لي اليوم ديال الجريان واليوم ديال سير من هكا سير من هكا راكم عارفين حتى تكونوا توجدوا شي بلاصه سميتو ما بقاش ليا الوقت نهائيا باش نصايب وليت عاد نديباري من الثلاجه والله الا راه باقي العدس قول لها واش انت خليك العدس تبغي باقي كاين العدس كاين شرموله ديال المطيشه كاين المهم شحال من حاجه اللي بغا شي حاجه غنسخنها ليهم قلت لهم اليوم ديال السخان اليوم ديال الطياب اه ماهري ما تزدي ليا السلك مع امي كنت زوطي يا كنسمع لا ماهري شوف والله الا ما تزدي ليا السلك تعاوني بيا ياك امي اش قلت لك يلا تمشي تعاوني قلت لك زوطي ديت الوالد مع ديك طانط امي جوعان مش حال هادي وهي كتقول لي البنات بغات تمشي معايا بغات تختار على ذوق هذاك الشيء اللي بغات دابا والله الا كناكلو امي كانت مسكينه وهي متكيه قالت لي جيبوا لي عاد لهنايا كانت هي متكيه قالت لي خمس عاد قالت لي خمس عاد نوض نمشي عند اختي قلت لها امي يلا تمشي نديك للتعاونيه اش قلتي لي فرحي وسعدي ايوا قالت لي افرحي وسعدي افرحي وسعدي ديك بيضه ديالي اختاري اللي معاكم الزوطيه اسكت ديك بيضه ديالي اختاري اللي بغيتي تقدري عليك وداعي معايا شي دعوه شويه يا اشنو من هنا لا اختاري اللي بغيتي ما نقولكش التوار ديالي انا اختاري منهم اللي بغيتي داك التور بلاستي اللي قلت لك مزيان لا نكمل بالسريه داك اللي قلت لك ديال باك عندي طرف منه لا داك ما بقاش عندنا تنجيبو لك من عند السيد اللي تنتقداو من عندو السلعه قلت السيد ديال جبلو لي ها انتما البنات ودعي معايا دعيوات ديال الخير والله باقي تسعدك يا الله يعاونك ولا يرفع لك الغديره اللهم امين يلا نوضع العميريه بجلابتك ايوا دابس شي بويجي ما زوينه ثاني لا لبس على جلابتك لبس جلابتك باش نمشي نجيوك قلت لك لبس جلابتك عفواك امي مسكينه لبس جلابتك اليوم غنلبس لبس الجلابه اللي غتبقاي لابسه باش نوصلك عند خالتك لا الجلابه اللي قلت لك زعما باش نوصلك من تما عند خالتك لا ديالي خطرت كاع عند خالتك لا قلت لك نلبس زعما كي عندك شي اللي غتبقاي لابسه باش ما نجيوش الدار هنايا من تما عندك عند خالتك شي دعوه ديال الخير البنات يا ربي الله يسهل الامور يا ربي يا ربي الله يعاونك مع بنياتك اللهم امين يا ربي امينتك يا ربي يا ربي باينه لك عوانات الغيبه امينتي اللهم امين يا رب العالمين ويا لك امينتي ان شاء الله عوانات الغيب الله يحفظك وصاحب الدعوه يدعي اللهم امين امينتي نوضوا دابا البنات دعاوي والديك ودعاوي زنانك ودعاوي ان شاء الله يكونوا معاك اللهم امين انت غتمشي معنا بنتي ولا لا لا ما تمشيش يلا انت غتجمعي الطبله وحنايا غادي لا لا في عاد الشوفه نورا لا جمعتو ما عرفتش انت الله يحفظك الله يحفظك انت غادي تجمعي عند الطبله ماشي دائما تدوزوني بلا حفظك صافي انا راضيه واخا واخا ما عرفتش انا راضيه يلا عند قلبتي هذه بصراحه لا ماشي شي حاجه زوينه ما حلتي يا اختي واه خالتي فاطمه
انا تنقول خالتي فاطمه تقول لي خالتي صافا خالتي فاطمه والزرق يا اختي يا اختي يا اختي يلا 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 امي لبست جلابه بالزرق دارت لك الفولار بالزرق الزين والانتكه وكون كان تاني امك معفونه ولا لا لا والله تزينه مقاده معاوده خاصك شي حنينه خاصك شي حنينه خاصني حنينه حنينه تبدأ تطير لك الحنينه اللي في اليد تطير هادي وبغى نمشي كنت بغيت نمشي العشية عدادك ندي لي هذا نجيب تاع الحرير يا خويا ايوا عجبني ديري السلطه امي كيفاش تولي تركبي ديما السلطه يا ربي الله يعاونك ابني اللهم امين دير اخويا السلطه غايب امين كويتي امين اختاري التوب اللي بغيتي اختاري التوابات اللي بغيتي ونجيبيهم هنا ونعطيك فلوس وسير عند الخياطه وتلاهي مع راسك صافي ديري داكشي اللي عجبك تلاهي بقاي غادي جاي عند الخياطه ويلي قلت ضحك عليا انا اللي ضحك لا والله ما تضحك عليك لا باش تلاهيتي دابا ديري داكشي اللي عجبك مرت عبد الرزاق ما بقاش هنايا ولات مسكينه لا لا خياطه حدايا سيده الله عرفت ولك انا خياطه انا اللي هذيك الطفله اللي عاودت فيا والنمس نقي وهذاك الشيء قلت لك قلت لك زعما كي انت هي المسكينه ترزق الله وانت تلاهي تيبان لي خارج كاع شحال هذه وديري سيري سولي على ولد عمك تكوني ولد عمي باش خصني ندير لي شي حاجه واخا امي واخا قلت لك خصني يلاه خصني نمشيو نشوفو دابا نمشيو للتعاون يا البنات تختار مو داكشي اللي بغات حنايا ما نلبسو الموديلات كنت الله عمر لي الدار اكثر وصلنا للتعاون فين الحليب والتمر اختي نوجدو لكم الحليب والتمر ساري الحاجة سلوى سلام كيدايرة لاباس عليك بخير هادية الحمد لله الحمد لله يسول فيك الخير والفرح احنا اختي وصلنا دابا زيني تبدا غريتها يا شتي تبالي تبالي يا اختي سلوى هزين الفرن ديال سلوى ودارت لي باك اختي سلوى الله تهلاو ليا في العمليه جبد لها التواب اللي عندنا وتختار منه نولي نجيب مت لها هنا والله الا فاش نولي نجي نخدم نجيبها لها غير عجبني الحال هنايا والله نجيبها معايا للخدمه ياك امي يلا قلتي امي قلتي ديري كرسي سيري ديري الكرسي وقلتي دخل تشوف لي صافي سير شده من يدي ودخلها غنولي ملي نجي غنجيبها باش تولي تلاها والله الا ولي نجيبها معايا البنات للخدمه باش تولي تلاها امي شويه ما تبقاش جالسه غير في الدار تشد القنطه احنا بدينا الخدمه امي راه عطيناها الكراطف تتقلب وتلاها في مع راسها تدير لها زيتين تصور لها تكسر تقلب مع راسها وتختار بين ما حنايا شدينا شي حسابات انا وخويا البنات اختي انا وليت جيت للدار جيت قويله اللي جيت للدار ديت الوالده عرفت واحد الفرحه البنات وحق لا اله الا الله واحد الفرحه امي مشي فرحتها مسكينه واحد الفرحه ما نعاودش لكم وحق الله العظيم شو انا بقى بالفولار ديالي مشيت مشيت حضرت لواحد الصدقه ديال واحد السيده بناتها متتبعات ديالي وكليانات وبنات ولدها صحابات ندى ونورهان تقراو معاهم ومساكن كنت مشيت عزيتهم وبقاو مصرين قالك والو تحضري الصدقه وتجيبي ندى تخرج واحد شويه ونورهان والوالده حتى هي الوالده راكم عارفين كانت دايره مع اختها غاديه غدا الشلوح غادي حتى هي تعزي في نصاب خالتي وصافي قالت لي الوالده عسيري بنيتي عند الناس وانا غادي نمشي عند خالتك باش نمشي معاهم في الطوموبيل والله العظيم البنات اش غنقول لكم بعد اول حاجه الوالده فاش ديتها وصلتها لحدا خالتي مسكينه الى غادوك الدعيوات عادوك الدعيوات عدتي بالدنيا وما فيها والله فرحت 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 بزاف حتى شويه كيزين الخاطر وشويه كيخسر الخاطر عرفتوا فاش ديتها وبقيت انا خدامه حنايا تنتحاسبوا تنراجعوا في الحسابات باش نبداو ثاني هادشي ديال البرد السلعه ديال البرد وشادين لها الخاطر وتيجيبوا لها الدريه التواب ويحطوا ليها يقولوا لها انت اختاري اللي بغيتي وتقيسي هذه وتحطي هذه
عرفتي واحد الفرحه زوينه، قلت لها غنولي نجيبك معايا للخدمه، نكون تكون عندي الخدمه. والله يا كل البنات مع تتبقى في الدار قانطه قانطه، الله وما نديها معايا، تجلس تما تبقى تقلب على خاطر خاطر، حيت امي عدات على الحوايج تبقى تقلب وتبقى اللي تشهاتها وبغاتها تهزها كلشي ديالها، اللي ما بغاتهاش تقلب هادي هكا هادي قدرت ولا هكا هادي درت ولا هكا، تحس بان ماشي جالسه في الدار بوحده ولا قانطه، ولا تحس بعدا كاين واحد الاحساس زوين لحقاش تقويله واحد الفرحه في عينيها وبقات كدعى معايا. الله يطول لينا في عمرها يا ربي. ثاني حاجه هاد السيده هادي اللي ماتت الله يرحمها وسع على ضيقه القبور، الله يعطي بنياتها يعطيهم الخير والله يسهل عليهم ويبارك لهم في وليداتهم وفي صحيحتهم. عرفتوا كان داك السيد اللي كيقرا القران المقرئ، كانوا دايرين القران تدعى مع وليداتها وتدعى معاهم، والله العظيم الا جاتني البكيه قسما بالله العظيم، لان ما لينا حتى شي حاجه في الدنيا. اللي عنده والديه يتهلا فيهم وصافي، واللي عنده امي يمشي يتهلا فيها، واللي ماتت الله يرحمها، واللي مريضه الله يشافيها يا رب العالمين. والله العظيم البنات ما عندنا شي حاجه، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا والو. دابا انسان كيكون معاك من بعد دقيقه من بعد نهار من بعد شهر يقدر ما يبقاش معاك، ما تيدوم الا وجه الله سبحانه وتعالى وصافي. والحمد لله اللهم لك الحمد، والله يرزقنا بر الوالدين يا ربي، والله يقاد الوقت وصافي. ليلى هاي الله سيدنا محمد رسول الله، يلا كبدات ديالي تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم. طلع انا نحيد الفولار ديالي وجلابيتي ونطلع عند البنات الفوق، وتهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.